كذا. شنو نقولك، الله ياخذ الحق في اللي حولها الى غابه من الاسمنت. كانت من اجمل المدن المغربيه قبل 40 او 45 سنه، من اجمل المدن المغربيه بالتازه العليا والتازه السفلى، مناطق خضراء بساتين. الان اصبحت كلها غابه من الاسمنت. كل الذين تعاقبوا على قياده الشان المحلي لم يفكروا على الاطلاق في المحافظه على جماليه المدينه، بقدر ما كان هاجسهم ان يحصلوا على بلان او بلانين في جزيئات معينه. فسهلوا لملاك الاراضي في وسط المدينه ان يحولوها الى تجزيئات مشوهه قضت بصفه نهائيه على مدينه جميله كان اسمها تازه. للاسف الشديد انتهت الشوها، يعني يمكن لك تطلع لفوق تطلع على تازه السفلى، تقول لا حول ولا قوه الا بالله. يعني لا تصميم مديري، لا 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 لا, لا جماليه ديال كذا، لا لا حدائق، لا مناطق خضراء، لا هناك مجموعه من البنايات المكدسه هكذا بشكل عشوائي. فباختصار شديد اقول الله ياخذ الحق في اللي وصل هذه المدينه اللي كانت كما قلت من اجمل المدن المغربيه، اصبحت من اكثر المدن شوها بين مزدوجتين.